طيب تعالوا نطلع نشوف تقرير علاء ونرجع تاني، استنونا. النهارده عنوان حلقتنا بنتكلم عن ازاي تخلي المرتب بتاعك يقضيك لاخر الشهر. لا هو حضرتك بقى نستغنى عن الخروجات، عن الدليفري، عن اي ترفيهات، اي نادي. حاجات ترفيه، كل ده عشان خاطر يقضيك اخر عشان الشهر، عشان يقضي حضرتك. ليه بقى؟ ليه ما انت في دروس، ده كفايه دروس الاولاد طبعا. طبعا دي حاجه تانية خالص. دي واكله المرتب كله، ده مرتب لوحده. طب مثلا ممكن نقتصد ايه؟ انت الدليفري كل يوم مثلا بتجيبي؟ لا مش كل يوم طبعا. ما فين اكل بيتك بقى؟ اكل ايدك انت فين؟ بعمل. طب انت دلوقتي ولادك في مرحله التغذيه صح؟ يعني انت محتاجين مثلا بروتين، فبدل اللحمه كيلو لحمه ب 150 جنيه ب 200 جنيه تجيبي لهم بيض، تجيب لهم فول. ده موضوع اساسي بياكلوه الصبح كتير، اقول لهم نوفر بس مش عارف. يعني كل شويه يقولوا لك ماما عايزين النهارده ناكل فراخ مش عارفه ايه. اجيب لهم اجنحه عشان اوفر. بصوا في زور فرخ، خليكم انتوا الاثنين. صح كده، او اجيب ورك واقسمه اثنين. بس بينكم انتوا الاثنين. هو كده، وانا وباباهم بنتفرج عليه نشم الريحه هنشبع. ليه كده؟ ليه بتحبيهم اكتر من نفسك للدرجه دي؟ طبعا اكيد. طبعا ليه؟ طبعا اكيد. ليه اكيد؟ فلز الكبدي. انت ما خلفتش قبل كده ولا ايه؟ لا بس طب لما خلفت انا حامل يعني. حامل؟ طب كويس. طب انت شايفه ايه تاني مثلا كسماح ممكن نوفر بيه البتاع بعيد عن الخروجات وبعيد عن الاكل الدليفري والحاجات اللي انت عايزاها؟ اوفر في مكياجي. يعني ممكن ما تنزليش عشان ما ترشيش؟ لا مش عشان ما رشش. لا دلوقتي انا ممكن انزل كل شهر مره. يا نهار ابيض. يعني انت النهارده كده مره في الشهر ممكن ما تنزليش تاني؟ يعني اشوفك الشهر الجاي ان شاء الله لك خير. طب وانا هعيش ازاي؟ انا هستناكي في نفس المكان. تليفونات. ورجعنا لكم تاني عشان نقول لكم على حاجة مهمة جدا. المثل بيقول ايه؟ اللي عنده كعوب يلعب، وعلى قد الحافة مد رجليك. ومثل تاني يقول لك صبري على نفسي ولا صبر الجزار عليا. حلو قوي ده. اللي معاه يعيش حياته زي ما هو عايز، لكن انت راجل موظف عندك مرتبك عايزه يكفيك لاخر الشهر، وما تجيش اخر الشهر تعيط وتشتكي وتحس ان الدنيا كلها ظلمك وضدك، امشي على قدك. يعني استعين بالبيت شوية، خليك متداري وقافل بابك عليك. الخروج حلو بس مش كل يوم، الأكل برا حلو بس مش كل يوم. اختار الأجازات، خد عيالك فسحهم يوم في الأسبوع. يعني نقتصد، نعيش زي ما كنا عايشين. احنا ما كناش يعني مولعين الدنيا أكل وخروجات، بس كان في تأني كده في كل حاجة. القرش اللي يجي يقول لك ده جار، ده مش عارف ايه، ده للاكل، ده للفصح وللنزه. يعني وانت كست لو انت موظفه خزني بيتك، ومن ضمن التخزين هاتي لعيالك الحاجات اللي بيحبوها. شوفي بيحبوا ايه بره واعملوها لهم في البيت. اقتصدي على قد ما تقدري، بس على قد الحافد مد رجليك. نخرج فاصل ونرجع لفقره الضيف، استنوني.